ما حد ينكر إن التصوير بالجوال صار شيء مرة مهم لنا كلنا، بكل بساطة لأنه ما في أحد فينا ما يحب يحتفظ بذكرياته. كثير من الأوقات تكون الإضاءة خفيفة فتكون النتيجة صورة أقرب للعتمة، وأحياناً نحاول نلقط صورة سريعة في موقف مليء بالحركة ويطلع تركيز الصورة في غير محله. أما اليوم ومع الجالكسي S7 والجالكسي S7 Edge انتهت كل مخاوفنا. كاميرات الجالكسي S7 والجالكسي S7 Edge الخلفية والأمامية جاتنا بفتحة عدسة F1.7، وهذا يعني إنها حتسمح بمرور كمية ضوء عالية للمستشعر، وبالتالي تعطينا صور أكثر إشراقة حتى في ظروف الإضاءة الخفيفة. وبالنسبة للتركيز التلقائي، تعتبر تليفونات الجالكسي S7 والجالكسي S7 Edge أول هواتف ذكية تشتغل بتقنية البكسل الثنائي أو الدول بكسل الخاصة بالكاميرات الاحترافية، واللي تعمل بنفس الطريقة اللي العين البشرية تركز على الأجسام بيها، فتسمح لكاميرا التليفون بأنها تأخذ التركيز الصحيح في أجزاء بسيطة من الثانية. وإذا كنت من الناس اللي يحبوا يصوروا باحترافية أكثر، سامسونج وفرت غطاء خلفي تتركب عليه عدسات تنفعك، عدسة تعطيك زوم أكبر وعدسة تجيك بزاوية كبيرة.